في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل من معايا. مرحبا أستاذ أشرف. حياك الله. تفضل من معايا. معك أبو أحمد من العراق. شيعي ولا سنة أبو أحمد؟ لا شيعي. تفضل أبو أحمد سؤالك. أنا وأولادي الخمسة بصراحة بين شد وجذ صار أكثر من 6 شهور. نصف أولادي نقول يقولون تعالوا نتسنن، والنصف الآخر يقولون لا تعالوا نتعدى كل هذه المرحلة، لأن الصحابة وآل البيت هم ليس الدين، هم من جاءوا لنا بالدين، فتعالوا نتمسك في الدين والقرآن، والقرآن هو يفسر نفسه. فأردت أن أخذ رأيك بهذا الموضوع. والله أستاذنا الفاضل، يعني أنا هحط لك الميزان الثالث ما بين هذا وذاك، ماشي؟ خذ من السنة ما يصلح به العمل أو يصلح به العمل. بمعنى حضرتك هتصلي على حسب ما ورد في السنة، صح ولا مش صح؟ الفروض الخمسة. الفروض الخمس. نعم. ومطلوب منك الصيام رمضان. نعم. مش كده؟ وده مذكور في القرآن. نعم. مطلوب منك الزكاة مذكورة. نعم. في القرآن. مش كده؟ مطلوب منك حسن المعاملة مذكور في القرآن. مطلوب منك ايه؟ الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر خيره وشره موجود في القرآن. تابع ده بفروض الخمسة وما ديكش دعوة بحاجة. ايه رأي حضرتك في المنهج الثالث ده؟ ماشي؟ انت طيب دلوقتي لا يلزمك، انت لا يلزمك، اسمعني انت يا استاذي، انت لا يلزمك مثلا في السنة ما يلزمكش فقه المعاملات، تمام؟ لان فقه المعاملات موجود في القرآن. ما يلزمكش مثلا معرفة الحدود، لانك انت مش هتتعامل بحدود، لما ساعتها توصل للحد هتروح للقاضي الشرعي يحكم فيك، واخد بال حضرتك ازاي؟ ده الدين. الدين ما هو؟ انا اسأل امام الله يوم القيامة عن ماذا؟ سأسأل عن عملي، صلاتي، زكاتي، حجي، صومي، اعمالي، مالي، في من اين اكتسبت وفيما انفقت. بس ده انا لا يسالني مين ابو بكر ولا مين علي، لا يسالني لحرب الجمل ولا حرب الصفين، لا يقول لي ابو ذر ولا يقول لي المقداد ولا يقول لي عمار ولا يقول لي زراره، مش هيسالوني في الحاجات دي كلها. تمام تمام. فانا افعل ما اسال عليه امام الله. نعم نعم. طب انا لو توجهت هذا التوجه وابتعدت عن كل الخلافات وتمسكت بالقرآن والسنة وتفاسير القرآن، وأكثر الآيات القرآنية هي من تفسر نفسها. تفضل. هي التي فيها الترضي عن الصحابة، وقرأت هذا، وصحابة رسول الله وآل البيت كلهم مذكورين في القرآن ولا يحتاج لمفسر. نحن ذهبنا إلى الأزهر أنا وأولادي، وسألنا إن هل يجوز أن نبقى على هذا الأصول ونتعبد بالمذهب الجعفري، فقالوا فيهم قالوا لا، وفيهم قالوا هناك فتوى للشيخ محمود شلتوت مكذوب عليه، لا يوجد فتوى اصلا للشيخ محمود شلتوت في هذا الشأن، واعرضنا هذا الكلام من سنوات. نعم. ما فيش فتوى لمحمود شلتوت بجواز. نعم. التعبد بالمذهب الجعفري، لا يوجد ذلك، تمام؟ دي مكذوبه، قول مكذوب عليه. انا رحت يا اخي، والله من قال لك هذا جاهل، حتى لو كان في الازهر لا يوجد فتوى للشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. اذا كان الشيخ محمود شلتوت يعني في كتبه وفي اقواله يحرم المتعة ويعتقد انها زنا، فكيف جاهز التعبد بالدين الجعفري؟ بالله عليك يعني. ونحن نعتقد انها زنا. تمام. وعندنا انا واولادي وعندنا سورة من الازهر مختومة بانه لم يقل الشيخ شلتوت بهذه الفتوى، لم تكن موجودة في اي من الكتب عنده. طب ممكن تعرض هذه الوثيقة حتى نتأكد؟ اجيب لك الوثيقة. حاضر. المختومة. انا اجيب لك الوثيقة، ما فيش مشكلة. من 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 الشيخ الله يرحمه محمود شلتوت. من الشيخ ازاي؟ من يعني الازهر نفسه يا استاذي. من الازهر نفسه يا استاذي. جائز التعبد. من الازهر نفسه. تمام؟ لا يوجد فتوى اصلا موجودة ليه مختومة معروفة انه اجاز التعبد بالمذهب الجعفري. الله اعلم. انا لهذا اللي سمعت من كبار شيوخ. طب حضرتك برضو انا ما وصلتش معاك لنقطة المفصل. انا وصلت معاك دلوقتي انك القيت شبهة بس، ولكن حضرتك برضو ما قلتليش انت عايز توصل لايه. انا اريد امشي بالطريق الصحيح.
القرآن يدلك على الطريق. عليك بكتاب الله يا أستاذ. لا أريد أن أكون سنيا ولا أريد أن أكون شيعي. طيب كن مسلما، عليك بكتاب الله واتبع ما ذكرت لك، هذا هو الإسلام. صحيح، شكرا جزيلا. شكرا لله. صحيح. جزاك الله خير. وإياكم. جزاك الله خير. في حفظ الله. طيب.